لا شكرا سيد الرئيس، مرحبا. أشكر الفريق محترم على إثارة هذا الموضوع المهم. فعلا وزارة الشؤون الخارجية مهتمة ليست بالدبلوماسية السياسية ولكن أيضا بمختلف أنواع الدبلوماسية الأخرى، الدبلوماسية الاقتصادية، الدبلوماسية الثقافية وغيرها، وغير الهيكلة ديال الوزارة كتعكس هذا الشيء. أما فيما يخص محاور العمل الدبلوماسية الاقتصادية الوطنية، هي كما هو معروف لجميع الدبلوماسيات الاقتصادية كاين أساسا ثلاثة المحاور أساسية. المحور الأول هو محور العلاقة مع الفاعلين الاقتصاديين الوطنيين، كنعنيو به المؤسسات العمومية، كنعنيو به المؤسسات مرتبطة بالدبلوماسية الاقتصادية، لأن كاين بزاف اللي كيمارسوا الدبلوماسية الاقتصادية، كاين وزارة المرتبطة بالتجارة الخارجية، كاين مغرب التصدير، كاين المكتب الوطني للسياحة، كاين هادو كلهم داخلين في فلذلك المهمة الأولى لوزارة الشؤون الخارجية هي التنسيق مع هؤلاء الفاعلين لدعم جهودهم في الخارج، لأن حتى هما عندهم ممثلين في الخارج، حتى هما عندهم مخططات، ولذلك حنا كنساهموا معهم في في المجالس الإدارية ديالهم. وزارة الشؤون الخارجية كتحضر، كنساهموا معهم في وضع المخططات، كنساهموا معهم في الحركة في الخارج لبعثات الدبلوماسية تساعدهم في أن يتحركوا وفي تطبيق وتنفيذ البرامج التي يضعونها. عندك بطبيعة الحال جميع الأنشطة الترويجية اللي يقوموا بها تقوم فيها وزارة الشؤون الخارجية بدور أساسي. المحور الثاني هو محور البعثات الدبلوماسية والقنصلية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية، واللي هما كيقوموا أيضا بدور على هذا المستوى، فهما أولا على مستوى المعلومة في جمع المعلومة وفي وضعها تحت تصرف المؤسسات الوطنية، ثانيا في المعلومة الوطنية مد الجهات الخارجية بجميع أنواعها سواء جهات سياسية أو حكومية رسمية أو غير رسمية، مع مدهم المستمر والمتواصل بالمعلومة حول الاقتصاد الوطني، مواكبة جميع البرامج الوطنية في هذا المجال وجميع البعثات الوطنية إلى الخارج أو البعثات الخارجية ذات الطابع الاقتصادي إلى المغرب تواكب من قبل وزارة الشؤون الخارجية. بطبيعة الحال الترويج للإصلاحات الاقتصادية في بلادنا ومحاولة دعم هذه الاستراتيجية الوطنية عن طريق خبرة دولية. ثالثا هناك محور ثالث هو محور الاتفاقيات والشراكات الدولية. هذا الشيء كتقوم فيه وزارة الشؤون الخارجية بدور أساسي، لأن وزارة الشؤون الخارجية اللي كتدخل في التفاوض في جميع الاتفاقيات المرتبطة بالجوانب الاقتصادية والتجارية، وأظن بأنها هي تشكل الأساس ديال علاقة المغرب مع الخارج فيما يخص الجانب الاقتصادي. فيما يخص برنامج الوزارة في المستقبل، عندنا التكوين المستمر، بطبيعة الحال التكوين عنده دور أساسي، وانتم كتعرفوا أنه فيما يخص الدبلوماسيين اللي كيدخلوا وزارة الشؤون الخارجية جزء منهم كيكون عندهم شهادات في مجال الاقتصاد، لأنهم هما من بعد كيكونوا قادرين على القيام بهذه المهام. شكرا سيد الوزير. وغيره.